السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ويلكم باك تو ماي شانل. في فيديو اليوم إن شاء الله غنشارك معكم ثمن مورق بالدقيق ديال الفينو فقط، اللي هو القمح. كيجي غزال بزاف هذا المسمن، والطريقة ديالته جدا سهلة وما فيش بزاف ديال المكونات ولا ديال تمارة. وباش ما نطولش عليكم ندوزو لطريقة التحضير. في العجانة هنا عملت 500 غرام ديال دقيق الفينو، ضفت ليها معلقة ديال السكر والملحة وكاس ونص ديال الماء الدافي. غادي نخدم العجينة هنا تجين عندي العجينة حتى تجمع عندي، ودلكها تقريبا واحد ما بين 8 حتى 10 دقائق. هذه أهم حاجة أن احنا ندلكوها مزيان. من بعد غدا ناخد العجينة وغدا ندهن إيدي بالزيت. العجينة كتكون كيف كتشوفوا معايا هنايا ماشي قاسحة وماشي خفيفة. غدا ندهن إيدي بالزيت وغدا نحاول أني نشكلها كرات، وهنايا كيبقى على حساب شنو كتبغي، واش المسمنه تكون كبيره او لا تكون صغيره. انا كنفضل المسمن يكون الحجم ديالو صغير. نحتاج للسميده رقيقه، وغادي نحتاج للزبده وشويه الزيت باش غدا نخدم المسمن ديالي. نشكلهم كيف قلت لكم كرات، نحاول نشكل العجينه كامله كرات. ومن بعد غادي ناخذ كل كره، غادي ندهن السطح ديال العمل بالزيت، وغادي نحاول انني نورقها مزيان كيف كتشوفوا معايا في الفيديو. ومن بعد غادي ندهن كل كره بالزبده ونرش عليها السميدة، ونحاول انني نطويها كيف كتشوفوا معايا بحال الظرف، ونستمر بنفس الشكل اللي حتى نكمل الكرات كاملين اللي عندي. وكنكون شعلت على المقيلة تسخن، كنقرصهم غير باطراف الاصابع كيف كتشوفوا معايا، وكنديرهم يطيبوا على نار تكون متوسطة مع التقليب المستمر. ملي كطيب عندي من التحت كنقلبها طيب من الجهة الثانية. ما كياخدش صراحه وقت طويل باش تحضروه، ساهل. بالاخص الا درتو المسمن يكون الحجم ديالو صغير، وتكون عندكم المقيله بحال هكذا شويه الحجم ديالها كبير. كتشوفوا معي ما شاء الله كيتنفخ، واخا ما فيه لا خميره، لا خميره الحلويات، لا خميره ديال الخبز، لا حتى شي حاجه. فيه الملحه والسكر والدقيق والماء فقط. هاد المكونات كتخلي المسمن عندنا يجي رائع بزاف. هنايا كندير المسمن صغير، وكنحاول اني ندير ربعه ديال المسمنات في المقله، وهذا هو الشكل ديالو بعد ما طاب. كيجي غزال بزاف وما كياخذش وقت طويل، تقريبا 21 دقيقه كتكوني كملتي كل شيء. شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجي من الداخل مورق، غزال بزاف بزاف هذا المسمن بالقمح. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. الا كانت هذه اول مره كتزوروا القناه، ما تنساوش تضغطوا على زر سبسكرايب للاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد كينزل في القناه. وما كيحلى عندنا المسمن الا مع كويس ديال اتاي مشحر. فرفقته هنايا مع الزبده والعسل مذوبين، ونتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. ما بقى لي الا نشكركم على حسن المشاهده وحسن المتابعه، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم بحول الله.